اسمع هذه النصيحة، اجعل كل من حولك إيجابي، ابتعد عن السلبيين، ابتعد عن أولئك الناس الذين لو وهبت لهم الدنيا لتذكروا الموت، ابتعد عن كل متشائم، ابتعد عن أولئك الناس الذين لو أهدي لهم برجا عاجي لنظروا إلى أعلاه وخشوا السقوط، ابتعد عنهم. أينشتاين قال كلمة جميلة، يقول الإيجابيون لديهم حل لكل مشكلة، الإيجابي لديه حل لكل مشكلة. ثم قال أينشتاين والسلبيون لديهم مشكلة لكل حل، فأحط نفسك بالإيجابيين تسعد.